طيب ما تشوف لنا مادة كده تدرسي، لا فيها فضيحة ولا جرس. لقيت مدرسة ألعاب. أيوة مدرسة ألعاب، حتى ده لايق على جسمها. نعم قصدي يعني لما تمارس الألعاب هتخس شوية وبكده تصلح إنها تكون مدرسة إنجليزي. أنت تؤمر يا عمر، أمرك فوق راسي من فوق. يا سلام يا سلام عليك يا نومي، اللهم لك الحمد والشكر. ايه الأوضة العظيمة ده؟ هي أوضة نوم لوكي. أصلها يا بنتي يا نعمت مش بالسرير الخشب ولا بالريش النعام، أوضة النوم باللي نايمين فيها. عارف إني بحبك ليه يا رمضان؟ يا رمضان في ثانية كده محيتي تاريخي التعليمي في ثانية. يا رمضان قولي قولي يا أستاذة نعمت. عشان يا أخويا أنت طول عمرك تفكر في غيرك وناسي نفسك وطمنت على نومة البيت كله قبل ما تنام. ماني يا بنت خمدتهم كلهم عشان افضل روحي بقى، ما تقربي يا بنت كده شويه. ايوه يا اخويا. يا اختي حلوه. يا نعمه انا عايز افهمك وانا ازعم اني صادق ان انت الحب الاول والاخير، وكما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاولي. وكم من منزل في الارض يالفه الفتى، وما حنينه إلا لأول منزلي. أنا بقول كلام كبير قوي يا نعمت، اوعي تكوني غبية ومش فاهمة، اوعي ما تقدريش يا نعمت. اضحك عليا يا أخويا بكلمتين، سبيتني سبيتني. أيوة ايه دي؟ قال لي الحب الأولي. والستة نجلاء وجدي الرقاصة اللي كنت متجوزها. ايه بنت السفالة ده هي؟ ايه قلبتي نشالة فجأة ليه؟ وايه سبتني وايه الأسلوب الرقيق ده هو؟ وبعدين نجلاء وجدي ما كانتش رقاصة، دي كانت مطربة. مطرب كنت بتحبها يا رمضان؟ يا بنت حب ايه ونيله ايه؟ نجلاء وجدي دي بالنسبه لي كانت عباره عن نزوه وانتهت خلاص. ايه بتوحشك يا اخويا لما بتفتكرها؟ ولا بتوحشني ولا نيلي فيها. ايه يا نعمت؟ امك قالت لي انها هي اللي سابتك وخلعتك كمان وما عجبهاش العيشه معاه. امي قالت كده؟ ايوه. الله يسامحك يا امي، وهل يجرؤ واحده من نساء الدنيا انها تخلعني ولا مش عايزه تعيش معايا؟ لعلمك انا اللي مطلقها. وطلقتها ليه يا اخويا؟ راحت عملت فيديو كليب مع الواد جات شوير في تركيا. يلا خلينا ونوع كده نقضيها كده والخلفه تتاخر. هو دي اللي بيأخر الخلفه صح ولا لا؟ ما تركزي بقى، ركزي يا نعمه، مش عايز حاجه تشوشر عليكي. حياه النبي الاغضب. لو النبي ما تزعل يا اخوي، اصلا يا سي رمضان يعني مش قادره اصدق كده هو ان كان في واحده تانية في حياتك غير. ايه خلاص هتخنقيني. خلاص بعدي دلوقتي، بعدي دلوقتي خلاص، بعدين بعدين خلينا قاعدين في الطراوه شويه. والنبي يا اخويا خلاص اتنيلي يا اختي حلوه ولا حلوه ولا حلوه. بس يا بنت عيب يا بنت، ايه يا بنت؟ خلاص بقى خلاص بقى يا عوض يا حبيبي. يا مالها ام عوض؟ سلامتك يا عوض. الله يقطع عوض وسليم عوض ويوم عوض. هو في فرنسا هناك حاسب يا ابني ايه؟ يا عوض يا حبيبي يا ابني سلامتك يا عوض. الشر عليك يا حبيبي. في ايه يا امي؟ الف سلامه. ما انت شايف كده خير؟ مالك ام عوض؟ يا عوض يا عوض. في ايه؟ طمنيني. عوض جاني في المنام. ايوه نحيف عامل زي جريده النخل وهدومه كلها مقطعه. وبعدين قلت له مالك يا حبيبي؟ قطع النفس والدم كله بيشلب من جسمه. قلت له مالك يا عوض؟ قال لي انا تعبان انا بموت يا امي. وراح مرمي في صدري وقطع النفس. لا حول ولا قوه الا بالله. تقلقيش يا ام عوض ما تقلقيش، ما دام الحلم فيه دم يبقى فاسد، وما دام قال لك انا بموت يبقى عمره طويل. انت يا بس اللي قلقانه. يا امي يا امي ما تفتيش في تفسير الاحلام يا امي، كل حاجه ينفتي فيه الا تفسير الاحلام، لان ديه علم وليه ناسه زي ابن سيرين والطرابلسي والعلماء الاجلاء يا امي. وانت ابن سيرين عشان بتفسر الاحلام؟ لا انا متعلم ولا نتافه يا امي. انا قلقان على عوض. بالعكس يا ام عوض بالعكس، ده الحلم ده يخليكي مطمنه على ابنك اخر اطمئنان. حلم حلو قوي. هقول لك ليه. اولا انت قلتي بعظمك لسانك دقيقا ان انت شفتيه في الحلم نحيف. نحيف يعني الولع عضو شده بقى راجل. طب وهدومه المقطعه؟ بيجدد في جلده يعني بيجدد في شبابه. طب والدم اللي بيشرب من كل جسمه؟ ده دم فاسد صدقيني، دم فاسد. يعني ابنك كان عيان وربنا شفاه.
طب ولما ترمى في حضني وقال لي يعني بموت وقطع النفس؟ يا ستي ترمى في حضن امه يعني لقى الراحه والامان. طب ولما مات؟ مات فين؟ ودي اللي انت هتزهقيني منك ليه بقى؟ يا صلي على النبي يا ام عوض، انا هرقيكي، انا هرقيكي. لا ما تخافيش، مالك مالك يا ام عوض؟ يا عوض مالك يا ستي؟ لا 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 ما تخلينيش اندم ان انا جبتك تعيشي في ضهري، انت مربيانا الرعب بقالك ساعه. خلينا ارقيكي، خلينا ارقيكي. هي اتعشت ايه يا امي؟ اتعشت ايه؟ اتعشت بام يا بيتا من اول امبارح، بس تستاهل بقك. هي تنبقى عندك بام؟ طب اديني طبق حسب على الكليه. معلش معلش، حضري لي طبق. ما تخافيش زي الفل وعوض زي الفل. ايه الليله النكد ده؟ هي خلاص يلا الباميه في الحله يا بنت الدهان. ولا عايزين باميه ولا عايزين ايه؟ يلا لو صرخ الثانيه امي ما تخلينيش حد يسمعها. صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لو تقربت عايز اقابل سياده الدكتور معالي وزير المحافظ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك في ميعاد؟ قول له الاستاذ رمضان مبروك ابو العمين حمودي مدرس اول لغه العربيه. اهلا وسهلا. رمضان ابو علمتين. ابو ايه؟ ابو ايه؟ ابو ايه؟ ابو علمتين؟ ايه يا استاذ؟ قلت لك ابو العالمين. بس ده اسمك مش متسجل عندي خالص. ايه ايه ما انا عارف، حوالي 5 سنين كده قابلت سياده الدكتور معالي وزير المحافظ وقال لي ابقى عدي عليا. بس انت عارف المشغوليه بقى، لما لقيت نفسي فضيت قلت اجي لكم. ما اقدرش ادخلك لسعادته من غير سامي معاد. سؤال، حضرتك تتحمل مسؤوليه الكلام ده هو انني ما قابلوش؟ قول لي اه ولا لا. طيب طيب اتفضل بقى من غير ما ترد، ما تعطلنيش وتوجع دماغي على الصبح. خلاص يا اخويا، يبقى انا دلوقتي عايز حقي، عايز كتاب مكتوب بخط ايدك ان سياده الدكتور معالي وزير المحافظ مش عايز يقابلني عشان انا ناوي اصعد الموضوع. انت جرع انت حكايتك بالظبط على الصبح، انت مجنون ولا ايه؟ لا يا اخويا مش مجنون ولا حاجه. مش مجنون يا اخويا، انت دلوقتي لما بتروح تصرف شيك في البنك وما بتلاقيش رصيد مش بتاخد رفض؟ انا عايز رفض دلوقتي لان انا ناوي اصعد الموضوع. يا علاء بيه. ايه الزوم على بيه؟ ايه في ايه؟ الراجل ده من ساعة ما جه عامل دوشة وقلع على الصبح وعايز يقابل سيادة المحافظ بالعافية من غير ما ياخد ميعاد. يلا يا بابا اطلع بره. ايه ايه ايه؟ اطلع بره ايه؟ اطلع بره؟ انا ممكن اخد حقي واعتصم هنا، ممكن اقلع مط وابات قدام المحافظة وما شفتونيش اما اقلع مط. وتعتصم هنا ليه؟ ده انت تيجي ليلة ولا ليلتين في القسم وتقلع مط براحتك. لا مش حكاية قلع مط، هي قلع مط كناية على الانفعال اللي جوايا يعني. لكن انا اول ما جيت انت قاعد راكب البطه نلاقي على الصبح.